أجهزة الأمن توصلت للمتهم في واقعة سرقة 100,000 جنيه من داخل سيارة توقفت أمام مسجد في مركز كفر شكر بالأليوبية. لو تفتكروا احنا كنا من فترة كده عرضنا مقطع مسجل لحظة السرقة الحقيقة، وهفكركم بجزء من اللقاء مع صاحب السيارة ونرجع نتحاور عن هذا الموضوع. ربنا كبير بقى ويتمسك، لان هو واخد مبلغ كبير، وانا طبعا بيبقى عليا فلوس للناس في الصين وكلام من ده، وبجيب بالاجل من الصين، ودي فلوس ناس والله العظيم، وبطلب من الشرطه المصريه، ان هي انا عارف ان الشرطه المصريه عندها اخلاق وعندها دقه في العمل وشايفين شغلهم بصراحه، وانا واثق في الشرطه المصريه ان هي هتجيبه ان شاء الله. ان شاء الله. ما انت لازم تقول كده اليومين دول، اول ما تاخد حقك هتغير كلامك لا خالص. لا، انا يا باشا، انا الشرطه المصريه بالنسبه لي، انا ما هم اللي حاميني والدولة هي اللي حمياني، أنا راجل مستورد وراجل بمشي على الطريق بفلوس تمام. وببضاعة، لو ما فيش شرطة وفي فوضى زي الأول ما كانش البلد هتبقى بلد، ولا كان هيبقى حالها كده. المكالمة دي أو المداخلة دي كانت وقت ما حصلت السرقة، والراجل كان بيستغيث بالإعلام وبيستغيث بالأجهزة، أجهزة الشرطة، علشان يرجعوا له حقه. يا ترى حقه رجع له إزاي؟ تفاصيل الموضوع إيه؟ هو معايا على التليفون دلوقتي أستاذ عاشور حسن لو سمحت. طبعا بمسي على حضرتك، مساء الخير. طبعا صوتك غير الاول، انت دلوقتي رجعت لك الفلوس. احكي لنا والله احكي لنا تفاصيل شويه عن ايه اللي والله حصل. شكرا لحضرتك الاول، انا معتز بيه العفو لمشاركتك الحلوه، العفو. وانت راجل محترم وتستاهل كل خير، شكرا. واعلاني محترم جدا. شكرا. الله يخليك يا باشا. وطبعا برضو بشكر الشرطه المصريه على الهواء، لان الشرطه المصريه يعني هي ديت يعني درع الوطن، هي والجيش والشرطه يعني، تمام، وحاميننا وحاميين البلد، عشان الناس الثانيه اللي هم من الدول الخارجيه ان هم بيقولوا ان بلدنا فيها كذا وفيها كذا، والحمد لله بلدنا حلوه اهيت ومفيش فيها اي حاجه، تمام. واي حد بيعتدي على حد بياخد حقه وبينول ال جزاءه. 100,000 جنيه رجعت لك يا عم عاشور؟ لا، هو لسه مقبوض عليه امبارح في مركز زفته، وهو هيتحول من مركز زفته الى مركز كفر شكر. يعني لسه الفلوس بقى هتبقى في اجراءات لا، طبعا. لسه الفلوس ما رجعتش، بس هترجع ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. وبشكر ان شاء الله محمد بيه السعيد رئيس مركز كفر شكر، وبشكر على الهوا برضه رئيس مركز زفته او رئيس مباحث زفته ان هم اهتموا ومسكوا الحرامي يعني، وبشكرهم وبشكر الشرطه المصريه. شكرا. وبشكر حضرتك. ولا شكر على واجب خالص. شكرا. لا لا، بكفايه ذوق حضرتك يا استاذ شكرا. معتز. الف شكر، تحياتي ليك. شكرا استاذ عاشور حسن، السائق الواحد الظاهر تعقبه امام المسجد في اثناء صلاه الجمعه. سبحان الله، يعني السرقه بتحصل في وقت غريب جدا، راجل دخل يصلي والظاهر ده كان متعقبه، شايل مبلغ 100,000 جنيه في العربية، طلع من الصلاة ولا لقى مبلغ ولا لقى أي حاجة. إنما الموضوع ده كان من حوالي شهر أو شهر ونص، وتوصلت أجهزة الشرطة إلى إلقاء القبض على السارق أو المتهم، ويعني هيحال بقى، هيتحقق معاه، هيرجع الفلوس، صرف منهم جزء ما صرفهمش، إيه مصير هذا المبلغ، كل ده هنتابعه ونقوله طبعا وقت ما يبقى يعني متاح اكيد. يعني عايز اقول حاجه هنا كمان ودايما بركز عليها، الامن سلعه مش رخيصه، سلعه مكلفه، وعشان كده كل دول العالم دلوقتي بتلجأ الى تركيب كاميرات في كل حته في العالم، في الشوارع، في كل حته. انما هنا لما بيكون في جريمه بتحصل في حاله وجود كاميرات مراقبه، سواء في خارج نطاق الجامع نفسه، أو مثلا لو في محلات في شارع رئيسي صاحب المحل مركب كاميرا مراقبة، هنا بيسهل عمل رجال المباحث ورجال الشرطة والبحث الجنائي، عن لما يكون طبعا الأمر فيه يعني غموض ومجهول تماما، ومفيش أي شيء يقدر يقدم أي قرائن علشان يقدروا يوقعوا ب يعني هذا اللص. فأنا بشكر أستاذ عاشور حسن وبتمنى له كل التوفيق.